بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في الشباب المسجلين في ماده نانو الكترونيك ديفايسز اور برينسيبال اوف نانو الكترونكس، الكود ايكو 355. المحاضره الخامسه النهارده بنعمل فلاش باك للنانو ماتيريالز وجزء من الفابريكيشن اوف نانو ماتيريالز. بنفكر نفسنا بمضمون المحاضرات اللي فاتت. في اول محاضره ادينا كده بيردز اي فيو على معنى كلمه نانو والفرق ما بين النانو ساينس والنانو تكنولوجي، الابليكيشن اوف نانو ماتيريالز او النانو تكنولوجي في مجالات الحياه المختلفه. اخذنا في المحاضره الرابعه الاي سي فابريكيشن عشان نعرف ازاي بيتصنع التكنولوجيا الحديثه اللي معانا كلنا، سواء في الموبايلات في الكمبيوترز في اي ديفايس بنستخدمه، في انتجريتد سيركتس. فعايزين نعرف انتجريتد سيركتس الشبايه الصغيره اللي هي 1 سنتي دي ازاي فيها ملايين الترانزستورات مصنوعه بدقه متناهيه وبتأدي الوظائف الكتير جدا اللي موجوده منها. يعني لما يجي نتكلم مثلا على المايكرو بروسيسورز في الموبايلز مثلا حديثه، وازاي تقنيه التصنيع وصلت ل 10 و12 نانومتر، والاداء بتاع المايكرو بروسيسور بقى رهيب جدا لدرجه انه بقى عليه جرافيكال انترفيس وعليه مالتي تاسكينج كتير جدا بيقوم بيها، وبقت موبايلات كتير رخيصه جدا في الثمن واداء بتاعها هايل جدا والاوبشنز بتاعتها عاليه جدا، سواء مثلا مثلا بصمه، الفيس ريكوجنيشن، الانفراريد للاي، حاجات كتير جدا بقت موجوده بيقوم بيها ديفايس واحد مساحته لا تتعدى 1 سنتيمتر سكوير. فخدنا في المحاضره اللي فاتت ازاي نعمل فابريكيشن ل الانتجريتد سيركت بستبس مختلفة، ونهينا المحاضرة بالانتل بروسيسور وازاي بتصنع في المصانع بتاعت انتل. ما بين المحاضرة الاولى والرابعة عملنا كده بريف هيستوري زي ما احنا متعودين في كل مادة، ان احنا ندي البيزكس او الاساسيات اللي تأهلنا ان احنا نكمل على المادة دي، مش بنبدأ نكمل مباشرة التكنولوجي او الكورس بتاعنا من غير ما نفكر نفسنا كده بمحاضرات يعني تمهيدية تخص المادة. فدرسنا جزئيتين كده يأهلونا ان احنا نوصل للانتجريتد سيركت تكنولوجي، وهو النظرة جديدة لانواع معينة من الترانزستورز، وهي سواء البايبولار جانكشن ترانزستور او الجانكشن فيلد افكت ترانزستور. واتكلمنا بعد كده على الفابريكيشن، والنهاردة بنعمل فلاش باك كده على النانو ماتيريالز واستخداماتها والرحلة بتاعتها لحد ما ظهرت لينا كلمة نانو وشفناها وعرفناها. فهنعمل فلاش باك كده وندي كده هنت على الفابريكيشن بتاع النانو ديفايس، وايه بقى اللي نستوحيه من الفابريكيشن بتاع الانتجريتد سيركتس عشان نطبقه في الفابريكيشن بتاع النانو ديفايس، عشان ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية هنبدأ نتكلم على الديفايسز اللي احنا بنقيس بيها او بنعمل بيها سكيلينج للنانو ديفايسز ازاي، او نانو ماتيريالز ازاي، وازاي نحدد الاتومز، وازاي نقدر بعد كده نكنترول في الاتوم دي ونحركها زي ما احنا عايزين، ونعمل اعادة توزيع او الديستريبيوشن تاني للليتس او الذرات بتاعتي جوه الكريستال، بحيث ان احنا نغير من طبيعة المادة خالص ونشوفها ازاي. فطبعا المراحل اللي جايه ان شاء الله في المحاضرات الجايه هتبنى على تاني هيستوري اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، وهي نبدا بس كده من رحله في تاريخ ظهور النانو وازاي بدا النانو يتعرف. يعني الحقيقه فكره سريعه كده، انه سنه 1867 جه عالم فيزيائي اسكتلندي اسمه جيمس ماكسويل، عمل تجربة كده ذهنية سماها ماكسويل ديمون او عفريت ماكسويل. يعني ابتدى يتخيل فيها مخلوق ذري واقف حارس كده على بوابة اتوم، بوابة اتوميك او اتوميك جيت، يعني بوابة ذرية. الاتوميك جيت دي عبارة عن جاب ما بين تو بوكسز كده، صندوقين او عائين
فيهم جاز full of gas. دور العفريت ده او دور المخلوق ده اللي هو واقف ما بين البوابتين دول او واقف على البوابة, ان هو يعمل اورجانيزيشن للموليكيولز بتاعت الجاز, ان هو ينظم الجزيئات بتاع الغاز ويمنع الموليكيولز اللي هي الاكتيف او النشطه دي ان هي تعدي, وياخد اللي هي الخامله شويه هي اللي تعدي. فبدا فكره او مبدا البرنسبل ان هو ازاي يتحكم في انه يحرك الاتومز والموليكيولز داخل الماده, ان هو ازاي يبقى معاه ماده ويبتدي يتحكم في تحريك الذرات والجزيئات فيها. فدي كانت يعني البرنسبل اللي بدا يبني عليه تقنيه النانو. سنه 1959 جه عالم امريكي اسمه ريتشارد فاينمان, سأل سؤال, قال ايه اللي العلماء هيقدروا يعملوه لو استطاعوا ان هم يتحكموا في تحريك ذرة, يعملوا ايه ويعيدوا ترتيب اللي هو reorganization للاتوم دي, ايه اللي هيحصل. فعمل كتاب وراح اللي هو قال فيما معناه يعني ان في a lot of things in bottom, او في حاجات كتير, في rooms a lot of rooms in bottom, في متسع كبير في القاع, ان في حاجات تحت السكيل اللي احنا شايفينه وبنتعامل معاه وبنعيش معاه, في حاجات اصغر بكتير من اللي احنا شايفينها. ده كان مبدأ العالم الفيزيائي ريتشارد فاينمان. فبدأ السؤال ده يطرح تساؤل وحفيظة العلماء ان هم يفكروا ان في حاجات اصغر من اللي احنا بنشوفها بعينينا. فجي سنة 1974 باحث ياباني اسمه نوريو. نوريو هو اللي اطلق كلمة نانو, نانو تكنولوجي, ما كانش معروف اسم كلمة نانو دي, ما كانتش معروفة يعني, فهو اللي ادى لفظ النانو عشان يعبر عن فكره فابريكيشن و امبلمنتيشن لميكانيكال والكتريكال كومبوننتس فيري سمول سكيل. ما كانش المقصود بيه نانوميتر يعني اللي هو الفكره 10 باور نيجاتيف 9, ما كانش المقصود بيه الكلام ده, كان المقصود ساعتها اي سكيل صغير يعني حتى ولو بالملي, هو كان شايف ان ده نانو يعني. ده الكلام ده سنه 74. بعد كده سنة 76 كان العرب ليهم نصيب بقى, فجي عالم فيزيائي فلسطيني اسمه منير نايفة. العالم ده عمل resonance ionization بيسموه التأيون الرنيني, عمل حاجة جامدة جدا, بدأ يديتكت الاتومز as a single atom, يعني بدأ يبقى معاه كريستال كبيرة فيها a lot of atoms, وبدأ يرصد ويديتكت ذرة بعينها من وسط مجموعة الذرات, بدأ يديتكت ويتابعها ويتابع حركتها, وبدأ بعد كده زي ما هنعرف ان هو كمان يكنترول على الحركة دي ويشكل الاتومز بالتشكيل اللي هو عايزه جوه الماتيريال, لدرجة ان هو ممكن يرص الاتومز بشكل حرف, وده اللي عمله بعد كده, انه عمل قدر يجيب مادة ويشكل الاتومز فيها على شكل حرف بي اللي هي بي تقيلة يعني, ويرسم كمان قلب بالاتومز دي, انه يعيد توزيع الذرات داخل المادة ويعمل بها شكل معين, انه يشوف وصل لايه, انه قدر يتحكم في الاتومز داخل الماتيريال نفسها. وبالتالي قدر يجاوب على السؤال بتاع ريتشارد فاينمان الامريكي لما قال هو ممكن ايه اللي يحصل للعلماء لو قدروا يتحكموا في الاتومز, اهو قدر يرسم بيها حروف وقدر يعمل طبعا الكلام ده ازاي, عن طريق اكسايتيشن للماده بليزر, يعني بدا يدخل الليزر ويعمل اكسايتيشن للماده ويقلقل كده من اماكن الاتومز ويحركها بحيث ان هي تبدا تغير مكانها وتروح لأماكن معينة هو محددها, مش مكان كمان راندم يعني. سنة 1981 جه اتنين سويسريين جيرد بينيج وهنريك رورهر, دول اخترعوا بقى اللي بيسموه بقى الماجيك ديفايس, الجهاز السحر بتاعنا اللي هو مازال مستخدم حتى يومنا هذا, بيسموه سكانينج تيونيلينج مايكروسكوب, اللي هو الميكروسكوب الماسح, اللي هو الميكروسكوب اللي يقدر يقيس بيه السكيلز الصغيره دي بتاعه النانو ماتيريالز,
وبدأ من هنا يستخدموا الميكروسكوب او المجهر ده، بحيث ان هم يتعاملوا مع الذرات والجزيئات. مش بياخد صورة من بره، ده بياخد صورة من جوه ويشوف الليتس من جوه ويشوف الكريستالة من جوه وتوزيعة الاتومز ازاي. ودي كان اول مرة في التاريخ، سنة 81. سنة 86 جه كاتب إريك دريكسلر، ألف كتاب وقعد يتكلم على خطورة أو المخاطر المحتملة لتكنولوجيا النانو. هو كان عنده، يعني مش هنقول نظرة سوداوية كده، لكن هو كان عنده تخوف من إن الناس أو العالم يبتدي يستخدم فكرة الري أورجنايزيشن للأتومز داخل الماتيريال بشكل خطأ. هو رص المواد دي او رص الذرات داخل المادة بشكل معين، ده ممكن يغير البيهيفير بتاع المادة، يوصلنا لحاجة تأذي العالم فيما بعد، مثلا يعمل حاجة نووية، يعمل حاجة يعني تساهم في مشكلة خطيرة يعني. فهو كان يعني بيتكلم على ان هو مثلا ممكن نعمل زي موتورز او درايفرز تكابي نفسها اوتوماتيك، يعني بما ان انا اقدر اتحكم في الاتومز وكده، انا ممكن اعمل اكابير، اعمل شكل جوه الماده ويبقى يتكابي من نفسه، ما دام انا اقدر اشكل الماده زي ما انا عايز، ارص صفوف كابي من بعض، يبقى انا كده بكابير ديفايسز من بعض، وبالتالي انا ممكن اعمل حاجه تبقى يعني استخدامها مسيء للعالم يعني. سنه 91 جه واحد ياباني تاني اسمه سوميو ليجما او ليجيما، عمل برضو حاجة مستخدمة الى هذه الآونة يعني، اسمها الكربون نانو تيوبس. والكربون نانو تيوبس هي تيوب او انبوبة من الكربون، قطرها صغير جدا جدا بنانوميتر، وليها خواص مميزة جدا ميكانيكال والكتريكال، وبتدخل في صناعات كتيرة جدا، وبتدخل ك بديل لباسز مسارات ما بين الالكترون ديفايسز كده، يعني بدل الوايرز والحاجات دي ما بين الالكترون ديفايسز، فبقت كاني مثلا بعمل مليون سيركت بوصل ما بينهم، بدل بقى اسلاك اعمل النانو تيوبس دي بينهم، فبدات تبقى استخدامات هايله يعني. سنه 92 عمل الباحث الفلسطيني اللي هو منير نايفه اللي احنا قلنا عليه، عمل بقى حرف البي والقلب، نفذهم يعني. كان الاول في الثمانينات وكده كان بدأ يدخل في فكرة التعديل على الذرات. سنة 92 نجح فعلا ان هو يعمل حرف البي وجنبيه القلب، طبعا بي بلسطين اللي هو فلسطين، عايز يكتب فلسطين يعني، والقلب اللي هو ان هو يعني فلسطين في القلب. فعمل كده فعلا، وانتشرت في الالكترونيك جورنالز والريسيرش بيبرز، وبقت يعني محط نظر العالم ان هو قدر يعمل حرف وقلب من نانو ماتيريالز، يعني حاجة احنا مش شايفينها، يعني حاجة تكون نقطة انت مش شايفها على ايدك مثلا، وتيجي تعمل الزوم بقى بالميكروسكوب ده، فتكتشف ان هو مكتوب كلام على الماتيريال دي، اتصورت واتكبرت باستخدام الميكروسكوب اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اللي هو الـ STM او السكانينج تيونلينج مايكروسكوب. طبعا الانجازات دي فتحت بقى الباب بعد كده على مصراعيه لعالم النانو بقى، والتكنولوجي الرهيبة اللي احنا وصلنا لها النهاردة. بنتكلم في تكنولوجي مثلا في حاجة في ايد الناس كلها والشباب، اللي هو الموبايل، البروسيسور اللي جوه الموبايل، وصل ان بقى ارتفيشال انتليجنس ومور سمارت بفضل فكرة النانو تكنولوجي. فهنبتدي بقى نخرج بره الهيستوري اللي احنا قلناها دي، وندخل في شويه ديفينيشنز كده عن النانو، النانوميتر، النانو سكيل، الحاجات دي. ممكن نقول ان محاضره النهارده ريفرشمنت للمحاضره الاولى، مع انها بتتقال بشكل جديد شويه او مختلف شويه، بحيث ان الناس تبتدي تحب فكره او علم النانو تكنولوجي وتقرا فيه يعني. فهنروح ان شاء الله البارت 2 نكمل في الديفينيشنز والاكسبريشنز اللي احنا هنستخدمها على مدار المحاضرات اللي باقية.